في شهر يناير 2016 من هذا العام بلغ عدد سكان مخيم اللاجئين الزعتري 80,000 نسمة. هاي الأرقام بتخلينا نتوقف قليلا أمامها، وهذه الصور الجوية اللي بعرضها أمامكم أترك لكم أن تتأملوا ماذا ينتظر مستقبلنا الأردن، وماذا ينتظرنا نحن الشباب من تحديات في المستقبل. هل سيتحمل مصير شبابنا الأردني تحديات في عملهم وبناء مستقبلهم؟ هاي السنوات اللي عم بتضيع من شبابنا الأردني الباحث عن وظيفة واستقرار، من سيدفع ثمنه؟ هذا هو قدر الأردنيين دائما عبر كل السنوات، والتاريخ لا ينسى شيء، يستذكر لنا نحن الأردنيين وقوفنا إلى أزمات اللجوء كلها، ويتخلى عن العالم وتتخلى عن الأمة العالمية. هذه الصور الجوية ترسم ملامح جديدة مخيفة، قد تكون مرعبة تجاه مستقبلنا، وأنا ابن من أبناء محافظة المفرق. وبكل حال هذه الصور الجوية تعبر عن جزء من المأساة على الأرض في محافظة المفرق وفي جزء كبير من محافظاتنا الأردنية. الصور الجوية، هل ستكون ذات يوم محافظة أردنية؟ أعدادهم تفوق أعداد محافظات. هل سنكون أمام محافظة أردنية جديدة مختلفة بالديموغرافيا، مختلفة في بنيتها السكانية؟ Thank you.